لو 10 لو 10 افريل دونك نو باش نحطوا معناها نعملوا الميزانيفو خاصه من الناحيه البدنيه باش الناس الكل تكون جاهزه اليوم 18 لوبجيكتيف نتاعنا سي لو 18 جوان الملاعب اللاعب اللي ينتمي للمنتخب التونسي يكون في التوب فورم نتاعو هذا اهم شيء شفتوا حتى اللاعبين اللي عايدين من الاصابه ما خديناش ريسك كبير علي معلول ممكن مباراه كوستاريكا شيئا فشيئا رجعناه لعبناه شوط ثاني في المباراة البرتغال ومن بعدين لعب المباراة الثانية محمد أمين بن عمر نفس الشيء مازال خاطر مخلفات الإصابة مازال موجزين من الناحية البدنية غلال شعلاني نفس الشيء من توا معناها نقول أنا مانيش في ناخو ريسك ولو تشوفوا فيه مع المجموعة عنده نهارين دخل مع المجموعة وهبي الخزري لكن ريسك إنوتيل بالنسبة لي أنا لأنه الأهم هي مباراة بلجيكا صحيح باش نلعبوا ضد ممكن أكثر منتخب مرشح انه باش يفوز بكاس العالم هذه مع المنتخب البرازيلي المنتخب الاسباني اللي يضم في صفوفه لاعبين على مستوى عالي جدا لكن نحاولوا باش نقف على مستوانا الحقيقي لانه بالنسبه لي هذه المباراه اللي باش تعطينا الرانكينج معناها او المستوى الحقيقي نتاع المنتخب التونسي وهل قادر يضاهي المنتخبات الكبيره اللي باش تلعب المباراه الاولى. المنتخب التونسي لازم يكونفيرم الوجه المشرف اللي وراه في المباريات الوديه الاخيره. صحيح انا كونفيرمي معناها بعد مباراه ايران وبعد مباراه كوستاريكا والسنه الكبيره اللي عملها المنتخب التونسي طول المنتخب التونسي مشى الستاندينغ عالي يلزمه يبقى فيه يلزمه يحسنه وحاليا جاء الوقت ظل المنتخب التونسي يلزمه يقرع على المنتخبات الكبيره. جستمو اليوم الرانكينغ هبط نتاع الفيفا وانت روحك انت في ال 14 ولا اللي وصلنا لها اول مره في التاريخ ولا في ال 21 شنو بس المنتخب التونسي حسب تقييمك؟ ولا ما نعرف شنو الرانكينغ اللي هبط اليوم. اليوم هبطت الرانكينغ نتاع الفيفا تونس كلاسي 22 في وخرنا يعني. وخرنا لكن باعتبار انه التصنيف بياخذ مقابلتين وديتين اللي صاروا في الشهر هذا. اي بطبيعه الحال احنا سبريك وعملنا قفزه نوعيه ونقله نوعيه كبيره برشا وصلنا 14 مونديال وهذه معناها مشرف ترتيب اول مره بالنسبه للمنتخب التونسي توا وخرنا توا لازمنا نقدموا معناها امامنا مباريات صحيح مباريات وديه صعبه ضد المنتخب الاسباني عندنا مباريات كاس العالم نجم نقدموا فيها انا نقول لك معناها بدات الرانكينغ توا ما يهمناش برشا لانه الرانكينغ يهمك قبل ما تدخل معناها في تصفية كأس العالم باش يخليك معنا على رأس المجموعة في إفريقيا أو المجموعة لكن مهم جدا بالنسبة لي احنا للشعب التونسي للمنتخب التونسي وقت يلقى روحه موجود في التوب 15 هذا مهم جدا تو عندنا مباريات كأس العالم نجم نقدموا فيها بإذن الله وأنا نتفائل باش نقدموا فيها في الرانكينج إن شاء الله. 11 اللي باش يكونوا ماتش إسبانيا باش يكونوا بليزوموا هما اللي يكونوا لوساتور نتاع 11 يلعبوا في كأس العالم في المقابلات على الأقل مقابلات ثلاثة إن شاء الله أكثر وإلا بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة لا بنسبة كبيرة طارق بنسبة 90 ممكن 95% يكونوا متواجدين. اللاعبين كما قلت لك الخزري معناها اذا كان متعافى يكون متعافى 100% باش يكون موجود في مباراه انجلترا ما يكونش موجود ممكن حراسه المرمى تتغير شويه خاطر عطيت فرصه معناها المبارتين المعز حسين لعب المباراه الاولى والثانيه ولا كونفيرمي اللي هو في اوج العطاء واللي هو على مستوى عالي جدا ممكن بنسبة قلت كبيرة 90% نفس التشكيل اللي بشكون في مباراة إسبانيا هي اللي بشكون إن شاء الله ضد منتخب الإنجليزي. آخر سؤال كوتش في الفترة الأخيرة على الأقل ثلاثة أيام هذوما ولينا نسمعوا بدات ريحة كأس العالم تقرب نسمعوا بالعروض في ملعب فلاني في صح هوني ملعب فلاني برشا خزري خليفة كيفاش مدرب منتخب الوطني في على أبواب تظاهرة مهمة بالدرجة هذه لتاريخ كرة القدم التونسية ولمسيرة اللاعبين كيفاش ينجم يجري الضغط هذايا انا ننصح انا نحاول ننصح طارق نقول لهم رافو نافي با انتري باش تصحوا تو خاطر انت تو راك ماشي تلعب كاس عالم انت القيمه نتاعك معناها باش تتزاد باش تتضاعف اذا كان مش باش تولي ثلاثه واربع مرات تونا با انتري هاو عندك معناها حاجه في يدك تو حاول باش تحسن نفسك حاول باش تظهر معناها في كاس العالم هذه انك ممكن تمشي الفريق احسن من اللي هو طالبك حاليا هذا اللي نحاول جو بوكو لي زونكادري ماك تعرف معناها السماسر اللي دايرين باللاعبين يلوجوا كان في الكان فاسيلي يلوجوا ديما باش يجيبوا لهم معناها الفرص باش هما ينجموا يربحوا فلوس كبيره لكن الحمد لله اللاعبين اللي عندنا واعيين وعلى معناها قدر كبير من الوعي الرياضي اللي يخليهم يفكروا قبل كل شيء.